للحديث أكثر حول نتائج البنوك وتأثيرات كورونا عليها ينضم معنا من الرياض الأستاذ ثامر السعيد رئيس الاستثمار في شركة مضاء. أهلا بك سيد ثامر. أهلا، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين الإخباريين. حياك الله سيد ثامر. بالتأكيد يعني شفنا يعني إعلان لثمانية بنوك حتى الآن عن نتائجها خلال الربع الأول، يعني أرباح مجمعة نتحدث عن تقريبا 10 مليارات و300 مليون، بالتالي تراجع يعني عن الفترة المماثلة بنحو 4.19 مليون في ظل هذه الظروف المحيطة بالقطاع المصرفي. في المقابل أيضا نشهد هناك انخفاض بالنسبة لأسعار الفائدة، نتحدث يمكن 2019 ثلاث مرات من الخفض، هذا العام في ظل يعني تأثيرات كورونا تقريبا خفضين للفائدة، وبالتالي كيف سيكون انعكاس ذلك على القطاع المصرفي؟ الآن نشهد الربع الأول وبالتأكيد النتائج ستنعكس بشكل أكبر بالنسبة لهذه الإشكالية لكورونا خلال الربع الثاني. صحيح، زي ما ذكرت تماما، اولا القطاع البنكي بيتعرض لضغطين، الاول منها انه هناك تراجع في اسعار الفائده وبالتالي في ضغط على هوامش الربحيه عند البنوك للعقود الطويله. احنا نعرف انه دائما اموال المودعين في القطاع البنكي بين شركات، يعني اعتقد انه بالمناصفه 56% منها واعلى من هذا بقليل للشركات والجهات الحكوميه، والبقيه هي اموال وودائع تحت الطلب، يعني أموال المودعين بشكل اعتيادي. عشان نقدر نفهم تأثير هذا على القطاع البنكي لازم نفهم شريحة العملاء اللي يعني لكل بنك. إذا كان العملاء الأفراد أكثر ووداع تحت الطلب أكثر، فالضغط على هامش الربح اللي يحققه البنك جراء إقراض هذه الأموال بيكون أقل من بنك آخر يعتمد على نتائج، يعتمد على منتجات الخزينة ويعتمد على الإقراض إلى الشركات ويعتمد أيضا على وداع الشركات بشكل أكبر من الوداع تحت الطلب. لذلك احنا عندنا 3 أو 4 من البنوك المحليه او البنوك المدرجه تعتمد على الافراد اكبر من بشكل اكبر من الشركات، وايضا في الجهه الاخرى عندنا البنوك اللي تعتمد على الشركات. لكن لابد اننا نذكر انه عاده البنوك يعني تدرس الاوضاع وتفهم اداره البنوك تفهم الذي قد يحصل، وبالتالي حتى التعاقدات لاجال طويله على الودائع وما الى ذلك يكون فيه حسابات أو في أخذ في عين الاعتبار المخاطر التي قد يتعرض لها البنك بسبب تراجع الفائدة. وهناك أدوات إضافية أخرى تتعامل معها الخزينة حتى تقلص أثار تراجع هذا الهامش الربحي بسبب انخفاض أسعار الفائدة. أيضا يعني الأدوات التي تستخدمها مؤسسة النقد العربي السعودي ما بين سعر الإقراض وسعر سعر الإقراض لليلة واحدة للبنوك والعكس سعر الإيداع لديها، هذه كلها أدوات تتحكم فيها مؤسسة النقد، وأيضا الخزينة لدى البنوك تتحكم بهذه العوامل التي تؤثر على تراجع هوامش الربحية عند القطاع البنكي. وهذا اللي يخلينا مثلا على سبيل المثال نشوف لثلاث سنوات متتالية لو نراجع النتائج المالية للبنوك نرى أنه أصلا هي تحقق أرباح بالمتوسط بين 11 و12 مليار منذ إدراج البنك الأهلي للسوق المالية السعودية، أرباح فصلية مجمعة للقطاع بشكل كامل بين 11 و12 مليار ريال، وهي مستقرة نظير الأدوات الموجودة التي يعني خلينا نقول أنها تحارب أو ما هو تحارب لكن تخفف الأثر اللي يطرأ بسبب تغير أسعار الفائدة. طيب ثامر، بالنسبة أيضا نتحدث عن الديون المعدومة بالنسبة للمصارف خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل الأزمة التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة، وأيضا كما ذكرت قبل قليل التحفيزات من قبل مؤسسة النقد عفوا من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال التأجيل للديون وأيضا للقروض عفوا وأيضا من خلال الاقتراض بالنسبة لمساعدة هذه الشركات، كيف سيكون انعكاسه على البنوك إذا ما أخذنا في الاعتبار أن سيولة جيدة لدى البنوك؟ اليوم عندنا دعم حكومي تقريبا قيمته 120 مليار حزمة ما بين الدعم المباشر من الحكومة وأيضا الدعم الغير مباشر للقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. عندنا تأجيل لسداد الالتزامات المالية والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر من اليوم، لكن المخصصات البنكية قد تأخذ بعين الاعتبار مخاطر بعض يعني جودة المحفظة الإقراضية عند البنك يجب أن تحسب بشكل دائم ومستمر، وايضا هذا قد يحفز وجود بعض المخصصات الاضافيه الطارئه للربع الثاني، لان الربع الاول احنا نعرف انه ما اخذنا منه تقريبا الا 6 أيام او 7 أيام قبل، يعني بدانا تقريبا الاجراءات الاحترازيه 23 مارس، وبالتالي 7 أيام فقط من الربع الاول تاثرت بهذه الاجراءات والباقي كله سيكون اثره في الربع الثاني. بناء المخصصات للربع الثاني سيخفض او شيء ستزيد هذه المخصصات بشكل
أعلى من المتوسط إذا ما قارناه بالفصول المالية الماضية، ولكن لازم أن نأخذ بعين الاعتبار أنه جودة القروض بسبب الضمان البنكي وبسبب تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي سترتفع. لذلك إحنا يعني خلال الثلاثة أشهر القادمة ما عندنا قلق مباشر بأن جميل. المخصصات ستزيد، ولكن جميل. حتى نهاية السنة وعودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى وعودة العجلة إلى الدوران، هذا يجعل فيه جميل. يعني كثير من الارتباطات ببناء المخصصات عند القطاع جميل البنكي. الأستاذ ثامر السعيد رئيس الاستثمار في شركة مضاء، شكرا لك.